بفستان مثير كشف صدرها. دليا البحيري تصدم الجمهور في ظهور جريء خلال قضاء عطلتها الصيفية. وقبل الخبر، اللي لسه مشتركش في قناة أخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. فاجأت الفنانة دليا البحيري متابعيها بجرائتها في أحد الظهور أثناء استمتاعها بما تبقى من عطلتها الصيفية. ونشرت دليا البحيري فيديو على حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، ظهرت فيه ترتدي فستان منقوش بفتحة صدر واسعة وفتحة جانبية طويلة عند منطقة الساق. وتعمدت دليا البحيري إبراز صدرها وساقيها حتى الفخذ في طريقة جلوسها المثيرة. وكتبت دليا البحيري تعليقا على الصور قالت فيه: كلب تروبيكانا المفضل لدي طوال الوقت، وهو مثالي لأجواء الصيف. وانهالت على دليا التعليقات، في حد كتب لها اقفل التعليقات لأن الشتيمة اللي هتجيلك كتيرة، وأخرى كتبت: أنا أسفل نفسي إني تابعتك،